طيب للتعليق على هذا الامر دعوني ارحب بالصديق العزيز واستاذنا دكتور مصطفى شاهين، استاذ الاقتصاد بجامعه اوكلاند عبر الهاتف من امريكا. اهلا وسهلا دكتور مصطفى. تك يا استاذ عماد، سعداء بحضرتك. ربنا يخليك ومنورنا. سعداء بكل الساده المشاهدين، ده نورك والله يا استاذ، الله يبارك فيك. دكتور، تعليقك على فكره طرح الشركات اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه دي، هل طرح الشركات للبيع زي ما قالت مدام لميس، لو كنت حضرتك متابع معانا الحلقه، يعني قالت لك انا ما عنديش مشكله في البيع وبريطانيا باعت ومش عارف ايه باعت وبتاع، هل طرح شركات الدوله للبيع، هل الهدف، هل اولا ده سلوك مقبول؟ ده رقم واحد. السؤال ب في السؤال بقى، هل يمكن ان يغطي الجوانب الناقصه في الاقتصاد المصري، فكره يعني تحريك مثلا، العجز في ميزان المدفوعات والتجاري، او اي حاجات من الحاجات اللي انتوا حضراتكم بتدرسوها لنا في الاقتصاد دي، ولا الهدف من البيع ده هو فقط تسديد فوائد الديون؟ ايوه، ده سؤال رائع جدا، هي وسؤال يعني طويل الاجابه عليه، معلش انا اسف، لكن احاول اغطيها نقطه نقطه ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. اول شيء، الخصخصه كسياسه اقتصاديه سياسه نجحت في دوله زي بريطانيا، بس مش معناها ان انا لو طبقتها في مصر انها تنجح. ليه؟ لان هناك دور للدوله في الرقابه على العقود، وهناك اجهزه بتشرف على مدى صحه العقود التي تبرمها الدوله. لما تنقل الكلام ده وتضعه على مصر بقى، بالنسبه لك هتفاجئ ان احنا في الخصخصه في مصر لم يكن هناك دور للحكومه اللي هو دور الفساد او تسهيل الفساد. وانا مستعد الان اصوغ لحضرتك عشرات الاسئله باحكام المحاكم في مصر التي ابطلت عقود الخصاصه. يعني مثلا عقد عمر افندي، مثلا عقد عمر افندي المحكمه حكمت بفساده. ده ايام مبارك يا دكتور. ايوه، ما هي نفس الفكره، ما هو الامر ما اختلفش. هو انت حضرتك، هو انت حضرتك مش عارف ان هم المحكمه الدستوريه طلعت قرار بمنع الطعن على بيع البيع تماما؟ ايوه، ما هو ده يقوم يقول ايه بقى يا استاذ عماد؟ ده ياكد كلامنا. نعم. ان الفساد هيبقى اكثر. انت دلوقتي في البورصه هنزل سهم شركه وطنيه، وبدل ما هو ب 30 جنيه هخليه ب 10 جنيه. يوم واحد داخل مستثمر خليجي او اجنبي او من اي دوله ما، يخش يشتري لك الاسهم كلها. خدت بال حضرتك ازاي؟ وانت كمان حصنت الحكومه، حصنت فساد. افرض يا سيدي موظف حكومه واحد راح دفع له 3 مليون جنيه وقال له اتفضل احنا عايزين نشتري الشركه دي، بدل ما الشركه دي تبقى ب 10 مليار هشتريها ب 10 مليار جنيه النص. الاستاذ نجيب ساويرس له كلمه جميله قوي، بيقول لما يكون عنده موظف مرتشي احسن لي. ليه؟ لان بخلص مصلحتي بسرعه. فانت دلوقتي لو انت عندك نظام عادل وبعمل خصخصه وبقيم اسهم الشركه صح، وهحط شروط في البيع انك انت ما تصفيش الشركه، وانك انت ما تروحش تبيع الشركه دي كعقارات وكاراضي، وتروح تبيعها تكسب المتر اللي هو في الشركه، زي ما انت عامل الان في شركه اسمنت حلوان، او عملت في شركه الحديد والصلب بتاعتنا بتاع حلوان اللي لها طرق على المعادي في احلى اماكن في القاهره، وهتبيعها لو باعها بس اراضي هيغطي ارباح 20 سنه لقدام. نعم. فيبقى اذا فكره الخصخصه المشكله انك بتطبقها عندك غلط بس. لكن انت عندك مثلا في تركيا، مثلا اردوغان عمل الكوبري اللي بيربط بين اوروبا واسيا في اسطنبول بشركات خاصه، وبيحقق لها ارباح، وما دفعش جنيه واحد او ريال واحد او ليره واحده من الميزانيه التركيه. نعم. فاللي الامريكان بيسموه هنا يا استاذ عماد وين وين سيتويشن. نعم. انت بتكسب واحنا بنكسب. انما في الحاله المصريه لما انا اجي اروح اصفي شركه زي شركه الحديد والصلب، او اروح اخد شركه من شركات الجيش الان واروح اعرضها للبيع، ويجي مستثمر تفاجئ ان هو اصبح محتكر في البلد، ف
ستفاجأ مثلا ان الحديد والصلب ثمنه في مصر وصل ل 30,000 جنيه. ليه؟ لان لما انا عملت خصخصه ودخل القطاع الخاص اصبح محتكر سلعه استراتيجيه، فبقى يرفع سعرها براحته. وممكن هم التجار او المنتجين يتواطؤوا مع بعض ويرفعوا السعر علي انا كمستهلك. عشان في اوروبا وفي امريكا في اداره قاعده مخصوصه تمنع الشركات انها تندمج مع بعض الا بشروط معينه. يعني لو لقينا مثلا شركه مثلا في مصر مثلا يا سيدي زي موبينيل مثلا او اورنج او اتصالات مثلا، ولقينا الشركتين الاثنين هيحتكروا السوق وهيغلوا المكالمات على الناس، الحكومه فيها جهاز في وزاره التجاره تمنع هذا انه يتم، لان انا عايز احمي المستهلك في الاخر. صحيح. فتبقى لحضرتك ازاي؟ فدلوقتي اللي حضرتك بتقول لي عليه، بتقول لي هم بيقولوا الخصخصه وزينا زي اوروبا، لا احنا مش زي اوروبا. ليه مش زي اوروبا؟ لان ما عنديش من يسهر على حمايه المواطن. طيب يا دكتور، حتى لو عندنا، هل حصيله البيع دي يمكن ان تحدث تغييرا ملموسا في واقع الاقتصاد المصري المرير؟ يعني ممكن تغير في الحال؟ ايوه، ده سؤال رائع ايضا. ربنا يكرمك يا دكتور. تعال ناخدها بحساب بسيط. اذا انت يا استاذ عماد، الحكومه بتقول احنا هنبيع شركات في حدود 6 مليار دولار. انت عارف ان احنا القسط المديونيه السنه دي لمصر تدفع كم مليار دولار؟ مش فاكر، 19 او حاجه زي كده. 45 مليار. يا نهار ابيض. فال 6 مليار بالمصر كده يعني لا تغني ولا تسمن من جوع. حتى لو بعت الشركات دي. يبقى انت عندك مشكله اكبر من قضيه بيع الشركات، مش هتحلها ببيع الشركات. او بمعنى اخر، بيع الشركات مش هيحل لك الازمه. لان ازمتك اكبر، لان مديونيتك اكبر، عندك حاجه بتدلع لك كل شيء اسمها ديون، سواء ديون داخليه او ديون خارجيه، فمش هتقضيك، فهتفضل في نفس المطب اللي انت وقعت نفسك فيه ولفيت الحبل حوالين راسك اللي هي ازمه الدولار. طب امال ايه بقى الحل يا سيدنا في المشكله ديت؟ حل بسيط جدا وهم ماشيين عليه. ايه هو الحل؟ ان انا هقترض من جديد، وكل سنه المديونيه بتاعتك اللي جوه واللي بره تزيد، وبعد شويه تيجي تفاجئ الحكومه انها عاجزه عن سداد المديونيه او اقساطها، تقوم مباشره يغلى الدولار مره ثانيه في الاقتصاد. فدي يعني كده يعني وصفة علاج مدمرة للبلد، لما انت تفضل ماشي عليها وانت تقول لهم يا حضرات وقفوا الانفاق الدولاري السفيه، وقفوا سرقة الدولارات من مصر، الناس اللي بتنهب الدولارات وتطلعها من مصر، كان ممكن جدا ان احافظ على الجنيه قوي. انما مين يقول ان الدولار يوصل من 6 جنيه ل 30 جنيه يا استاذ عماد؟ عمر الدولار ما يساوي 30 جنيه. وده سقفه يا دكتور ولا لسه جاي؟ لا ده هيجي وهيجي. انت عارف ان ده السؤال دائما الذي نتلقاه من كثير من المشاهدين، ده اخر حركه للدولار ولا لسه؟ لا، طالما يا استاذ عماد، وحط ديت تحتها 10 خطوط. طيب. طالما يا استاذ عماد مديونيتك كبيره وبتكبر، اعرف ان الدولار لن يستقر. حاجة بسيطة جدا عشان تعرف. طيب يا دكتور اتفضل، معلش يعني انا عارف ان انا هطول على حضرتك شوية، سامحني. لا اتفضل يا استاذ. يعني قضية انه احنا اتكلمنا اكثر من مرة في انه مصر مقبلة على السيناريو اللبناني، والحقيقة طلعوا هجمونا وقال لك لا الحقيقة مش صحيح، وان الاوضاع يعني مستقرة، وكانت رويترز نشرت تقرير الاسبوع اللي فات قبل التقرير بتاع امبارح اللي قالت فيه انكماش القطاع الخاص ده، قالت ان الدولار رايح لهبوط امام الجنيه، وان الاوضاع في مصر اوضاع جيده. اي، من وجهه نظرك باعتبارك استاذنا يعني في الاقتصاد، اي السيناريوهين
هم الأقرب للحقيقة. السيناريو بتاع أن الأمور رايحة في طريق الاستقرار والعودة إلى المربع المستقر، ولا إحنا لسه مكملين واخدين الطيارة ورايحين بيروت؟ أيوة، ده سؤال رائع أيضا. لو أن مصر فضلت اللي أنت بدأت حضرتك شايف، وأنا بتابع حضرتك اللي أنت شايف قدامك في الصراع المصري الخليجي الآن في الكويت وفي السعودية، إن هم الآن بيقولوا لهم يا حضرات كفاية لحد كده. لو الخليج رفع ايده عن مصر يا استاذ عماد، هتشوف الدولار بيطير في الهواء. يعني لو الخليج وقف دعمه ووقف مساعداته لك بالبترول ووقف الاقراض لك ووقف المنح لك، صدقني الدولار هيتجاوز كل اللي قدامك ده وتخش ناحية الموقف اللبناني. بس يا دكتور، ما احنا دلوقتي بقى عندنا ربنا كرمنا وبقى عندنا اموال ساخنه، يعني ممكن تغطي شويه. لا، عمر الاموال الساخنه، الاموال الساخنه انت كل اللي عندك لا يتجاوز حتى الان 2 مليار دولار، ولا ده ما يجيش في حتى 2 مليار دولار. احنا ايام قبل الكورونا وصل لمصر فيها الاموال الساخنه 21 مليار دولار. والاموال الساخنه حتى الان مش هتجيلك طالما الدولار عندك مش مستقر وكل يوم بسعر، مفيش حد هيدخل لك دولار جوه البلد. بس احنا يا دكتور، حتى المصريين نفسهم هيخافوا. ده احنا يا دكتور بندي اكبر فائده في العالم 21.5، في عايزين اكتر من كده ايه؟ انت ممكن تدينا 40% مش 21. بس انا لما عايز اختم الحلقه، عشان الحلقه النهارده كانت مؤلمه عشان الموضوع ده، بس طبعا سريعا الزملاء محضرين لنا تقرير عن موضوع الجيش